بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ مع بعضنا إن شاء الله، نتعلم مع بعضنا إن شاء الله مبادئ ويندوز سيرفر. هنحاول إلى حد ما نكون مركزين على التطبيق العملي جواه كمعمل يعني، وهقسم الشغل بتاعي على كذا مديول، كلها هتبقى عبارة عن اكسرسايزز، أمثلة ورا بعضها، بحيث إن احنا بقدر الإمكان نلم الدنيا بأسرع وقت ممكن. أول حاجة عشان نبدأ نشتغل ونبدأ نعمل الشغل بتاعنا كله، هنحتاج نعمل حاجة اسمها فيرتشوال ماشين. فيرتشوال ماشين عبارة عن مكنة وهمية هنحط عليها السيستم بتاعنا وننزل عليها الويندوز بتاعنا ونشتغل على أساسها و و و فاحنا بننزل يعني الفيرتشوال ماشين بتاعنا دوت، سواء كان في برامج كتير تقدر تعمل لنا فيرتشوال ماشين بحيث ان احنا نقدر نسطب عليها ويندوز وويندوز تاني وتالت ورابع، يبقى في عندنا اكتر من ويندوز موجود، والاكتر من ويندوز نقدر نتواصل ما بينهم وما بين يقدر يتواصلوا ما بينهم وما بين بعض، ونحاول نشوف ايه المشاكل اللي بتقابلنا في الشبكه والتواصلات، ونقدر نوصل ازاي ونبعت بيانات ازاي ونحافظ على البيانات ازاي ونحميها ازاي والمشاكل الخاصه بالسيرفرز دي. فعندي مثلا برامج من البرامج اللي ممكن تنزل لي كذا جهاز وهمي بحيث نقدر نشوف، في عندي برامج زي الفيرشوال بوكس بتاع شركه اوراكل، وممكن نلاقي كمان ايه نلاقي من مشاهير برضو في ام وير، ودي يمكن مشهور شويه والناس طلبت ناس تشتغل بيه، فمش مشكله عندي خالص. فانا هبدا انزل الفي ام وير، يس ده في ام وير ورك ستيشن 7.1، بيكون فيرجن مختلف، ما عنديش اي مشكله انك تشتغل بفيرجن مختلف يعني، مش فارق كتير. هنا بيقول لي ويلكم ومش عارف ايه، نيكست، انزل التيبيكال، نيكست، ده المكان اللي هيحصل فيه سيت اب للفيرتشوال ماشين ورك ستيشن اللي هيبدا هي تشغلني وتشغل الجزء بتاع الـ يعني الماشين اللي هي الوهميه. هيعمل لي شورت كاتس، ماشي، انستول، لغايه لما قال لي فينيش. وبكده يكون عندنا دلوقتي الفي ام وير، هنشغل في ام وير ورك ستيشن، ده البرنامج بتاعنا اللي بيقدر يعمل لنا مكنه وهميه وبنشتغل اساسه و و و الى اخره. ويطلع عندك المنظر بتاعه عامل كده، تمام. طيب اول حاجه هنعمل نيو فيرتشوال ماشين، عايزين نعمل فيرتشوال ماشين جديده. هيقول لي عايز تعمل لها تيبيكال يعني بشكل الاسطمبه يعني اللي عندنا الجاهزه، ولا هتكاستم انت وتحدد الاوبشنز اللي انت عايزها، ومش محتاج دلوقتي، هنبقى نعيد الكلام ده في كذا مره عشان نقدر نتعلمه. قال لي طيب هتسطب دلوقتي من الدي في دي اللي عندك، ولا هتسطب من ايمج ايزو فايل؟ فاقول له والله انا عندي ايزو فايل، ممكن اطلع واختار ايزو فايل خاص بالويندوز سيرفر 2008 خلاص، او هسطب ويندوز اوبريتنج سيستم ليدر بعدين، لكن هقطع الديسك دلوقتي والهارد ديسك يعني. فقلت له لا انا هنزل من ايزو هاي، او عايز تركب انت السي دي بقى وتركب على طول مش مشكله خالص، نيكست. قال لي دخل الويندوز برودكت كي، لو عندك برودكت كي دخله ما عندكش مش مشكله. الفول نيم بتاعك، هتحط باسورد لو انت عايز تحط الباسورد الخاص بالويندوز، اقول له ماشي مش مشكله دلوقتي، نيكست. مش هتنزل دول، مش هتدخل حاجه خلاص. فيرتشوال ماشين نيم، هتسمي فيرتشوال ماشين ويندوز سيرفر 2008 R2X64 2، ويندوز سيرفر 2008 وخلاص، ونكست. طبعا ده المكان اللي هو هيحط فيه الفايلز بتاعتي، الفيرتشوال ماشينز اللي هبقطعها دلوقتي، ده المكان اللي هيحط فيه لو انا عايز اغير المكان ده على اي بارتيشن تاني، يبقى ده الحاجه بتاعتي، ممكن اغيره بحيث تبقى الفيرشوال ماشين بتاعتي في امان اكتر، في اي وقت اقدر ايه اقدر اوصل لها. هعمل له فولدر جوه الاي ويندوز سيرفر 2008 في ام عشان اعرف ان ده المكان، نيكست. قال لي طب ماشي، الفيرشوال ماشين بتاعتك الهارد ديسك بتاعها لو قطعه هقطع الهارد ديسك حجمه كام؟ قلت الماكسيمم ديسك سبيس، قلت له ماكسيمم هنحطه 10 جيجا، اكتر حاجه ممكن تبقى تستخدمها خلاص. تحب الفيرشوال ماشين بتاعتك الهارد ديسك ده يتسجل كسنجل فايل، ولا تحب ان هو يقطعه لمجموعه من المالتيبل فايلز يعني؟
دي الاختيارين اللي موجودين عندك يعني. ودي بت 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 السبليتنج للديسك ديت بتخليك اسهل عندك حكاية ان انت تقدر تنقل من فيرتشوال ماشين لفيرتشوال ماشين تاني او جهاز تاني يعني بدقة اعلى. لو يعني مثلا لو عندك ويب سايت شغال في نفس الوقت على فيرتشوال ماشين وحبيت تنقل الامكانيات بتاع الجهاز ده لجهاز تاني انت مقطعه برضه بفيرتشواليه، فممكن يكون ان لو انت مقسمه سبليتد يعني هيبقى افضل. ما علينا مش دلوقتي القصه دي يعني، دي قصه ممكن تكون داخله في مواضيع ادفانسد شويه زي فوق النتوركينج يعني، الحاجات اللي هي الكلاود والكلام ده، بس مش وقته دلوقتي. خلينا الوقت في السنجل فايل عادي ملف واحد. نيكست قال لي خلاص انا الديفولت بقى بتاعي بقى هقطع لك الرامه جيجا وهقطع لك بعض الحاجات كده يعني، نتورك ادابتر نات والسي دي بقى وفلوبي ومش عارف ايه واس بي والكلام والبرنتر والساوند كارد وكل الحاجات اللي من بره زي المكنه الاساسيه اللي هي مش المكنه الداخليه يعني. طبعا ممكن اخش على كاستمايز هاردوير اقول له لا انا محتاج اغير شويه، المهم اللي هو مديها مثلا جيجا اقول له لا انا عايز مثلا 512 مثلا الحاجه بتاعتي البروسيسور، قال لي انا واخد بروسيسور نمبر اوف بروسيسورز واحد، لا والله لو انا عندي بقى مالتي بروسيسورز فانا اقسم له اكتر من بروسيسور، السي دي بتاعتي هتبقى الايزو هي دايما ولا تحب تخليها بقى الفيزيكال درايفر اللي هو بتاع الاف اللي هو اصلا الديس السي دي بتاعتك او الدي في دي بتاعتك. الفلوبي طبعا نتناسى خلاص بقى مش مشكله. نتورك ادابتر بتاعك هنبقى نرجع للكلام ده بالتفصيل في نتورك ادابتر بالذات. اليو اس بي كنترولر بتاعك اليو اس بي هتشغله ازاي، ساوند كارد برينتر الشاشه والى اخره. لو عايز تضيف اي كمان اي امكانيه من بره هتدوس اد وهيطلع لك القائمه تختار اي حاجه من دول من هنا اللي انت عايز تضيفها لو انت عايز تضيف حاجه مش موجوده هنا يعني. ده بالنسبة بس ليه للديفايسز اللي موجودة. طول ما فينيش هيبدأ يرن وهيشغل الديفيدهاية بتاعتنا اللي احنا مديناها له. اوكي قال لي في ام وير ورك ستيشن كونكت تو ابديت سيرفر، مش مشكلة دلوقتي تروح هايدي الكلام ده هيبدأ يفتح لنا. انا عندي نوت بقى طبعا ان انا ممكن كويك سويتش كده خليه بالمنظر اللي انتوا شايفينه دوت وبيسطب يعني، وممكن اطلع كده اقول له لا خليه فول سكرين كده وانسى الشكل الصفحه اللي بره والويندوز اللي بره، وفي اي وقت احب ارجع او اثبت لو انا عايز اثبت العنوان ده كده اثبته مش مشكله خالص. ودي المنيو بتاعت لو انا عايز اروح في اي حته تكبير وتظهير والكلام الجميل ده. ماشي السيت اب از ستارتنج وبدا يسطب الايه النسخه بتاعتنا. هو بيسطب كده اتكلم معاك على كذا حاجه. الويندوز سيرفر ده بيجي في اكتر من شكل، اكتر من اديشن يعني. الاديشنز بتاعته من ضمن الاديشنز اللي بتيجي حاجه اسمها الانتربرايز اديشن، وفي الستاندرد اديشن، وفي يعني ويب اديشن، في كذا اديشن بيجي للويندوز بتاعنا. بيقول لي مش عايز اعمل انزل مش عارف ايه التولز بتاعت طبعا التولز معانا منها احنا لينا دعوه بالويندوز يعني، ده بسبب ان انا كنت عايز احدث التولز بتاعت الفيرشوال ماشينز ذات نفسها مش الويندوز ذات نفسه اللي بينزل دلوقتي. المهم الستاندرد اديشن ده هو يعني الاديشن الاساسي الاساسي يعني. او القياس يعني، وده بيلائم اكتر المستخدمين الناس العاديين يعني الحاجات اللي في البيوت وكده والشركات الصغيره اللي لها شغلها محدود مش كبير قوي وكده. طبعا شركه البيانات والطباعه ملفات وحمايه اكتر بالاتصال بالانترنت وبيبقى في سيرفر مركزي والكلام الجميل ده كله بيبقى متاح عندنا طول في الستاندرد اديشن. اما بالنسبه للانتربرايز اديشن وده خاص بقى بالانتربرايز الشركات الكبيره او كده يعني، وده يعني بيبقى مهم حساسه شويه وفي امكانيات تامين شويه، وده بيزيد شويه في بقى اختيار التطبيقات باكتر، خدمات نشر مواقع الانترنت وظبط الانفراستراكشر البنيه التحتيه بتاعتك في دقه اكتر والبرفورمانس بتاعه بيبقى مهتمين فيه بحاجات معينه يعني طبعا كل الفوائد اللي كانت موجوده في الستاندرد اديشن موجوده. البروسيسور بتاعه يقدر يوصل ان هو يقدر يتعامل مع اكتر من
8 واكتر كمان، و10 بروسيسورز واكتر من كده كمان دلوقتي. والرامات برضو بتقدر توصل، بيوصل لفوق ال 32 دلوقتي، 64 واكتر كمان كمان في الميموري بتاعته. البروسيسورز كلها بانواعها طبعا كلها بيدعمها، والى اخره. في بقى لوب اديشن، ولوب اديشن دوت بيقدر بقى يبقى ليه شغل مختلف شويه، وده بيهتم اكتر ببقى الشغل بتاع الداتابيز والويب هوستنج والانترنت بيجز وخدمات المواقع والكلام ده كله. وده طبعا كل الفكره كلها ان هو بينزل يعني سوفت وير صغير كده اسمه اي اي اس. معلش بدردش معاكم بس شويه كده في الفيرجنز قبل ما نبدا نتكلم ونخش الكلام ده، ان شاء الله هنحاول نعمله كله باذن الله عملي. يعني كده بتنزل النسخه الاساسيه وبنبدا نسطب احنا بقى، ممكن ننزل اي اس يبقى كده خلاص بيشتغلنا ويب اديشن، يعني مش مشكله. بس ننزل الحاجات الامكانيات يعني بعد السوفت وير اللي بينزل بيحول لك الاديشن ذات نفسه. يعني مثلا الاي اس اللي انا بتكلم عليه دوت، لو انا نزلنا مثلا الاي اس وسطبناه خلاص بقى السيرفر بتاعك او الويندوز سيرفر بتاعك بقى بيقدر يستضيف مواقع مثلا. فالويب سيرفر عندنا، الويب سيرفر عندنا اللي هو الاي اس دوت بنقدر نشتغل عليه، وده بيقدر يوفر لنا بقى شغل بقى الايه الاي اس بي دوت نت والحاجات دي كلها. وممكن برضه نسطب برضه حاجات زي الاباتشي عشان نشغل بي اتش بي وحاجات تانية زي عشان تشغل الجافا زي مثلا ويب لوجيك وتوم كات والى اخره. طيب طبعا في يعني عموما دول كده على السريع كده مجموعه من الاديشنز اللي بتنزل مع النسخه. وخلاص كده هخلص تحميل، بس في فيرجن اخير قبل ما اخلص. فيرجن ده اسمه داتا سنترز، ده بدا ينزل مع الظهور مع 2008 يعني. والداتا سنتر ده بقى للايه؟ للاماكن الكبيره بقى اللي ممكن نقطع منها هارد ديسكس بقى واجهزه وكده. يعني بيبقى في مجموعه من الشركات الكبيره جدا بيبقى عندها حاجه اسمها داتا سنتر، ويبقى في بقى مجموعه من الفيرتشوال بوكسز بقى الموجوده، واقدر اقسم بقى واعمل هارد واعمل هارد وحاجات زي كده. يعني الداتا سنترز يعني ممكن نبقى نتكلم عليها في الجانب النظري يعني ولا حاجه. فبالنسبه لنا خلاص هو كده الويندوز اتسطب، ويندوز سيرفر 2008 R2 داتا سنتر. وبيقول لي دوس الت كنترول ديليت عشان يعمل لوجن ويبدا يخش. الت كنترول ديليت، طبعا هنا الويندوز اللي بره لقى برضه مش مشكله. وده قال لي اليوزر بتاعك، وادي الايه ادمنستريتور الخاص بيك. خش على الادمنستريتور ولازم تغير الباسورد. هعمل باسورد طبقا للاكسرسايز الاولاني بتاعنا بي كابيتال، بعد كده ايه، بعد كده دولار دولار ساين دولار ساين دولار ساين اللي هي شيفت واربعة شيفت واربعة دبليو بدل الاو هنحط زيرو، بعد كده ار دي. ننزل تحت نعيده تاني بي كابيتال اي عادية دولار ساين دولار ساين دبليو زيرو ار دي. وده باسورد طبعا بيبقى يعني طوله معقول، وفي ارقام اللي هو الزيرو، في رموز اللي هي علامه الدولار ساين، وفي حروف سمول وفي حروف كابيتال. وادوس هنا على كرييت الويلكم تو فوجيتن باسورد ويزرد، ماشي نيكست. بيقول لي اعمل باسورد لفلوبي مش عارف ايه، لا مش محتاج، انا هخش لوجن على طول مش مشكله، وهتشنج الباسورد بتاعي. ده كده بنعمل ادمنستريتور باسورد، باسورد هاز بين تشينجد اوكي. هعمل بريبيرنج للديسكتوب بتاعي جهزه. افتح الويندوز اهو، تمام. ممكن نكون نزلنا ويندوز سيرفر، محتاجين ولو مكنه كمان عشان يبقى في عندنا مكانتين نقدر نكونكت على دي وعلى دي ومش عارف ايه وكلام من ده.
ممكن ننزل اي ويندوز تاني من اي نوع، يكون بقى اللي هو الكلاينت يعني، هنعتبر ان ده السيرفر بتاعنا والباقي ده الكلاينت بقى، ونقدر نشتغل من خلاله يعني. ممكن نسطب بنفس الطريقة اي ويندوز تاني. فهنبدأ نسطب مثلا، نعمل سيت اب تاني لنسخة غير الويندوز سيرفر دي. ادي هعمل لها اوقفها باور اوف ليها اهي، وارجع للهوم بتاعي تاني واعمل نيو فيرتشوال ماشين تيبيكال نيكست. هنزلها المرة دي من الدي في دي، هي السي دي دي في دي رايتر بتاعنا. ويندوز 7 نيكست، مش هدخل البرودكت كي ولا حاجة. هل اختار ان هي هوم بيزك ولا بروفيشنال ولا ايه؟ قلت له خليها في البروفيشنال كده. نيكست، انت مش هتدخل اكتيفيشن كود؟ قلت له لا مش هدخل، هتسميها ويندوز 7. ماشي، قلت له ويندوز 7 بس هتنزلها في حتة فلانية. قلت له لا انا هنزلها على الاي برضو، واسميها هنا وين 7 بي ام فيرتشوال ماشين ونيكست. كام؟ قلت له 10 برضو. الهارد ديسك بتاعنا 10 على وان فايل. نيكست، كله ده تمام. فينيش، هيعمل باور اون. هيحاول يخش الانترنت، يسيبك منه. الويندوز لودنج الفايل. لما بتحب طبعا الماوس طبعا بيكون متعلق جوه في الفيرتشوال ماشين وعايز تطلعه بره، بتدوس كنترول والت وتتحرك بره. يعني كنترول والت كده، يبقى انا كده دلوقتي الماوس بتاعي خارجي، بس لما دوست جوه بقى كده الماوس داخلي وما بقدرش اطلعه بره. كنترول والت كده بقى ايه؟ بقى خارجي. كنترول جي يبقى داخلي على طول. لو انا كده دلوقتي ما يعتبرش داخلي، لكن كنترول جي هبقى داخلي يعني، عشان الماوس يبقى يتحرك جوه الويندوزين جوه بعض. نبدأ الويندوز ستارتنج اهو. اما تبدا لون النسخه بقى، تبدا تنستول اللي انت كنت عايز تسطب ولا حاجه. تعال عندنا هارد واحد، فالعمليه نازله على طول. نبدا نستول الايه؟ الويندوز 7 بتاعنا. هنسيبه ياخد وقت وقت ما اكستراكت اكسباند بقى الويندوز فايلز ويعمل لها انستولنج. قرب يخلص اهو انستولنج للفايلز بتاعته. الابديت كده كومبليتنج انستليشن، خلاص هيريستارت. قلت له راستر يلا. هاي ستارتنج الويندوز. بدأ ينفتح اهو خلاص، بيبرنج ليا الديسكتوب بتاع الويندوز. وكده هيكون انا كده عند الويندوز 7 دوت، هيبقى هو الكلاينت بتاعي، الجهاز اللي هو بتاع العميل يعني، او الجهاز بتاع الاجهزة العادية. والويندوز 7.8 دوت السيرفر اللي انا بحط عليه الحاجة بتاعتي، ومفروض اكونكت الاتنين مع بعض والى اخره. وده اللي هنحاول نشوفه ان شاء الله في الكورسات او في الاكسرسايزز اللي جاية. وبكده يعني بعد السيت اب بس مش اكتر، نكون خلصنا الاكسرسايزر نمبر 1 اللي هو انستولينج ويندوز سيرفر 2008.
هنا طبعا بالشبكة بيتكلم على الشبكة خلي بابليك دلوقتي. وبكده نكون احنا يعني عملنا انستولنج لويندوز سيرفر 2008 وويندوز 7 ككلاينت يعني.